انا اسمي سامي خميس من بيت لحم، وانا طفل اشتغل مع والدي. الحمد لله الوالد توفى واحنا كملنا المسيره، واحنا جماعه على قد حالنا والحمد لله وعايشين. سوينا هالشيء يا رب، وهاي الحمد لله انا بسويه مع محبه. مش مهم تسوي الشاي، المهم تعرف كيف تسويه من قلبك، من جوا قلبك تسويه للزبون، وانت تضحك في وجهه. الزبون مش ذنبه انه يتحمل شو في انت في داخلك، الزبون مفروض انه يشوفك وانت بتبتسم بس. وهذا هو سر الشاي، انه المحبه بس فيه. انا بعمل الشاي جيب بالاعشاب المفيده يعني طبعا للجسم، والمعروفه عندنا اعشابنا والبريه المعروف انها في بلادنا مشهوره، فانا بحط كل المكونات هذه بتعطي طعم رهيب جدا في الشاي. نعناع، مراميه، زنجبيل، كرفه، تقدر تحط كمان كورنيه، زعتر اخضر، نعناع. هاي زنجبيل. والله هذول بيجوا سواح بيعجبوا في الشاي بيصورونا بودوا لنا اياهم. انا بنقل صوره حلوه عن بيت لحم، وانا معروف يعني الحمد لله. اول السواح بتيجي بتسال عني، يعني انا يعني بنفسر. والله بس بفكر اني كيف عايش، بس يوم يوم خلص يشلف على الله. عايشني اليوم موتني بكره، ما حدش ماخذ منها حاجه يا اخوي. اللي اخذ ابوك بناخذه احنا، والحمد لله رب العالمين. واللي برضى بعيش، شو الله كاتب لك بتاخذ، والحمد لله وخليها على الله. عايش النعمة لي، نفسي الاقي محبوبي بين الياسمين والريحان، يا عيني بين الياسمين والريحان. حالي حالي حال ومالي مالي مال، حالي حالي حال ومالي مالي مال.